معلمنا بولس قال لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. طبعا هي بتقول هل الارتداد عن المسيحية ولا عن الإله عموما؟ كل نوع من أنواع الارتداد. يعني دلوقتي البشرية كلها بعيدة عن الله، يعني الناس كلهم في الإلحاد، العالم كله ماشي في الإلحاد، واللي يتدين بيتدين في ديانات بتقدم إله غلط غير الإله الحقيقي. وبعدين حتى اللي في الإيمان المستقيم تلاقيه مشغول بحاجات غير ربنا، فده الاسم ارتداد العظيم، لدرجة ان في الآخر هيبقى فيه كمية قليلين جدا من الناس اسمهم المختارين. مختارين ليه؟ لأنهم حافظوا على الإيمان وتمسكوا بربنا ومحبتهم للمسيح سخنة جدا، لدرجة ان اي حاجة عايز تعطلهم عن ربنا مش ممكن يستسلموا ليها. فيبقى العالم كله ماشي في سكة بعيد عن الله، اللي في الإلحاد واللي في الإباحية واللي في الشذوذ الجنسي وفي الترانجندر واللي في الإيمانيات المنحرفة واللي في الانشغال بالدنيا والفلوس والحروب، كله ملهي عن ربنا. ده اسمه الارتداد العظيم. بس اللي بيعزينا ان ربنا قال لو لم تقصر تلك الأيام لن يخلص أحد، لكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. يبقى في مجموعة مختارين، لعل يكون إحنا أو أولادنا.